الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما تمتلكه الدولة المصرية من ثروات، حقيقة يؤكدها التاريخ. فرغم كل المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة منذ آلاف السنين. ولأنه بالعلم تبنى الأمم، أولت القيادة السياسية أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحياً وثقافياً وعلمياً. هذا ما لمسه خبراء التعليم على مدار 6 سنوات من الجهد الملحوظ فيما يخص التعليم في مصر. 6 سنوات من القفزات الهائلة المتتالية على مستوى المدارس والتوسع فيها وصيانتها وفتح مدارس عصرية ومتطورة وتحديث المناهج وإقرار نظام تعليمي جديد في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى، فضلاً عما تم في المرحلة الثانوية وغيرها. التعليم الحقيقي هيطلع شخصية صعب السيطرة عليها بالوسائل الحديثة، وإحنا محتاجين ده. إذا كنتوا خايفين على بلدكم وعلى مستقبل مصر، لازم المتعلم الجديد يبقى قادر على أنه هو يبقى عنده عقل ناقد، عقل عنده استعداد يناقش القضايا بشكل موضوعي ومنطقي. التعليم الجيد هيحقق ده. التعليم الحالي هو تعليم مسار واحد، تتلقى وتسمع الكلام وخلاص على كده. احنا مش هينفع كده معانا. أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة نحو مجتمع المصري يتعلم ويفكر ويبتكر عام 2014، وكان ثمار هذه المبادرة إطلاق مشروع بنك المعرفة المصري عام 2015، وبدأ العمل به مطلع عام 2016 باعتباره خطوة نحو بناء المجتمع الحديث عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لكل مواطن. بنك المعرفة المصري يعد أكبر مكتبة رقمية في العالم، تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور للنشر في العالم. فكرته بنيت على أساس تكوين محتوى معرفي عالمي في جميع المجالات المختلفة ولجميع الأعمار باستخدام التكنولوجيا، مع إتاحة مصادر المعرفة المختلفة لما يزيد عن 100 مليون مصري دون تكلفة. تم ربط منظومة المناهج ببنك المعرفة المصري الذي يحتوي على كتب ثقافية لعامة الناس، ويتضمن كتبا تستهدف الأطفال يتم استخدامها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والتابلت في جميع أرجاء مصر. وتزامنا مع إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنك المعرفة، عملت وزارة التربية والتعليم على إعادة النظر في منظومة التعليم التقليدية لرفع مستوى مصر في التصنيفات العالمية، والعمل على بناء نظام تعليم عصري لاستبدال النظام القديم. ومن هنا بدأت فكرة ولادة منظومة التعليم الجديدة التي بدأت بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في سبتمبر من عام 2018 والصف الأول الثانوي، مع الاعتماد على التحول الرقمي والبنية التكنولوجية في منظومة التعليم باعتبارهما عاملين مهمين لاستمرار العملية التعليمية. ووفقاً لخبراء التعليم، فإن المناهج الجديدة التي تدرس الآن في المدارس المصرية من أفضل المناهج التي تدرس على مستوى العالم، وهي مناهج خاصة بمصر تم إعدادها
حيث إن الكتب الجديدة ترسخ الهوية المصرية ومتسقة مع المعايير العالمية، وتم إعدادها مع دول تحتل المراكز الأولى في التصنيفات العالمية الخاصة بالتعليم. المشروع اللي ابتدينا بيه سنة 2014 كان، والسيد الرئيس ادالنا الضوء الأخضر، احنا هنبني نظام مصري يحقق طموحنا، مش هنصلح الموجود قد ما هنبني حاجة جديدة، أو بنعمل الاثنين بالتوازي. بناء النظام الجديد ده وصل لأربع سنوات من أول كي جي 1 لحد تانية ابتدائي اتبنوا. احنا بنطلع قماش، ما بنتكلمش على أفكار، احنا عاملين مناهج لأربع سنوات دراسية فيهم النهاردة 6.5 مليون طفل مصري في مدارس الحكومة المصرية. فبنرتفع بمستوى مدارس الحكومة. طبعا عشان نبني مناهج 14 سنة ده مشروع قومي ضخم جدا، واحنا مدركين تماما ان في مشاكل في البنية التحتية وفي كثافات الفصول وفي عجز المعلمين، عارفين، وفي مشاكل إدارية، فمرصصين كل المشاكل دي وبنحاول نخترقها بالتسلسل مدروس من 2014. بس احنا الأساس الاستثمار كله في بناء النظام الجديد. وفيما يخص طلاب المرحلة الثانوية، قامت وزارة التربية والتعليم بتسليم كل طالب بالصف الأول الثانوي جهاز تابلت بتكنولوجيا 4G، مع ربط منظومة المناهج ببنك المعرفة ومع تطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية وبنظام الكتاب المفتوح Open Book، وإلغاء نظام البوكلت والاستخدام الإلكتروني للتصحيح والاختبار، حيث يعتمد النظام الجديد على تحويل الطالب من التعليم إلى التعلم وممارسة النشاط والفهم في النظام الجديد. ولتطبيق النظام التعليمي الجديد، تعاقدت وزارة التربية والتعليم على شراء 700,000 تابلت لتوزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي عام 2017. كما تعاقدت الوزارة أيضاً خلال عام 2018 على شراء 700,000 جهاز لتوزيعه على الدفعة الجديدة لطلاب الصف الأول الثانوي. وأخيراً تم التعاقد خلال العام الماضي على شراء 770,000 جهاز جديد تم تسليمهم خلال العام الجاري لتوزيعهم على دفعة الصف الأول الثانوي 2020-2021، ليصل عدد أجهزة التابلت التي تم التعاقد عليها أكثر من 2 مليون جهاز. كما انتهت الوزارة من توصيل شبكات الإنترنت فائق السرعة فايبر في 2530 مدرسة. دكتور طارق اتكلم على التابلت وقال ان دي تكلفته المالية كبيرة، وده صحيح، احنا فوق 1000 جنيه، مش كده؟ كتير. ما انا بس عشان زمايلنا او الشعب المصري يسمع ده، انا هو متصمم للعملية التعليمية اللي احنا بنعملها، مش كده يا دكتور؟ بالظبط. احنا نجيبه بمستوى معين وبقدرة تحمل معانا، بس انا بقول عشان ده رقم كبير قوي مصر دفعته لاجل خاطر ابنائها، ولسه هتكمل في المراحل اللي بعدها. الإنجاز العظيم الذي يؤكده خبراء التعليم هو المدارس المصرية اليابانية التي تعد من أهم إنجازات وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام السابقة، والتي بدأت الدراسة بها عام 2018 بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية، وتم إنشاء تلك المدارس وفق تصميمات ومعايير عالمية لجذب الطلاب وممارسة الأنشطة، حيث تضم المدرسة فراغات كبيرة للطالب لممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى تجهيز الفصول على أعلى مستوى بالإمكانات المتاحة كافة. إلى جانب كل هذا التطوير،
شرعت الوزارة في إنشاء المدارس المصرية الدولية الحكومية لتقديم خدمة تعليمية متميزة بأسعار مخفضة ومنافسة المدارس الدولية الخاصة في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عال من الجودة يضاهي ما تقدمه المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية وبمصروفات دراسية أقل من مثيلاتها من المدارس الدولية الخاصة. وتسعى الوزارة إلى تعميم تلك التجربة الرائدة في جميع المحافظات. وقد أعلنت الوزارة عن بدء تشغيل مجموعة من المدارس الحكومية الدولية بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر بمحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والغربية والدقهلية وبورسعيد العام الدراسي 2018-2019. سعت وزارة التربية والتعليم إلى تطوير منظومة التعليم الفني لتخريج العمالة الفنية التي تجيد المهارات المطلوبة من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة لجعل مصر قادرة على المنافسة مع الدول المتقدمة والعمل على تغيير الصورة الذهنية الراسخة في أذهان المصريين عن التعليم الفني. بدأت الوزارة في تنفيذ تكليفين للرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن تطوير التعليم الفني، الأول بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفني، والثاني إنشاء أكاديمية لتأهيل وتدريب معلمي التعليم الفني بعدد من الفروع في المحافظات. وانتهت الوزارة من صياغة مواد مشروع القانون الخاص بالهيئة وتم إرسالها لمجلس الوزراء، ووافق المجلس على مشروع القانون على أن تسري أحكامه على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني المهني العامة والخاصة بجميع أنواعها. بدأت الوزارة منذ مارس من عام 2019 في تنفيذ خطط تطوير مناهج التعليم الفني في مصر، حيث تقوم بإجراء تحول جذري في برامج التعليم الفني كي تصبح ملبية لاحتياجات سوق العمل كما تنص المادة 20 من الدستور المصري الصادر عام 2014. مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد من أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، خصوصاً بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة تلك المدارس على مستوى الجمهورية، وتكثف الوزارة جهودها حالياً لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بجميع محافظات مصر من 11 مدرسة إلى 100 مدرسة على الأقل بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار نجحت الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء وتطبيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي شراكة ثلاثية بين الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص أو القطاع العام ممثلا في أحد المستثمرين أو في هيئة دولية، بالإضافة إلى هيئة جودة مستقلة لإدارة مثل هذه المدارس. نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عقد شراكات مع العديد من الجهات الدولية، حيث إن بنك المعرفة المصري لديه شراكة مع 33 مؤسسة معرفية دولية على مستوى العالم، مثل مؤسسة ديسكفري التعليمية، ناشونال جيوغرافيك، شركة بيرسون لخدمات التقييم وغيرهم الكثير. بالإضافة إلى الشراكات مع البنك الدولي، الفاو، جايكا، اليونيسيف واليونسكو، هذه المؤسسات والمنظمات تروج لنظام التعليم الجديد في مصر، وساهمت بشكل كبير في تطوير قطاعات الوزارة مثل مركز تطوير المناهج ومركز تقييم الامتحانات. التعليم اللي بنطمح إليه في تكوين كامل للشخصية، تربية النشب، الحفاظ على صحتهم، إمكانياتهم الجسمانية جزء من ده،
فعشان كده هتلاقوا ان احنا مهتمين بمنظومة مدارس زي المدارس اليابانية، بناخد منها عناصر بناء الشخصية وبنحطها في المدارس الاخرى. موضوع الاهتمام بالفنون كمان وتنمية الذوق العام، تنمية التذوق، ومشروعات الصحة والتغذية هتشوفوا فيها تطورات كتيرة جدا. في مشروعات مع وزارة الصحة بنشوف فيها السمنة والتقزم والأنيميا، غير مشروعات فيروس سي، ودي مشروعات مستمرة للحفاظ على صحة الأولاد أو الكشف المبكر. التغذية المدرسية هترى تطورات كبيرة جدا في نوعية الغذاء المقدم للأطفال وتوجيهه حسب الحالة. فالمشروع بتاع النهاردة جزء من شيء أكبر بيتم بالتوازي مع موضوع المناهج وتطويرها وتطوير التقييم. ومع انطلاق قاطرة تطوير التعليم بوتيرة متسارعة، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الخطوات التنفيذية لمراحل تطوير منظومة التعليم في مصر لما تمثله من ركيزة أساسية في المشروع القومي لبناء الإنسان المصري، والانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار فكري وعلمي حديث يرقى إلى طموحات التنمية والبناء التي تنتهجها الدولة، ويرقى إلى ما يليق بمصر وما يليق بشعبها العريق.